الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي حديث آخر عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فلماذا لا يكثر رسول الله من صيام شهر الله المحرم مثل شعبان، على الرغم من أن صيامه أفضل من شعبان؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا تعارض بين هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة، وقد اختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث على عدة أوجه ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وحتى أقرب لك صورة الجمع الراجح، فلا بد أن أضرب لك مثالا. فمن الأمثلة التي توضح لك ما أريد: لو قيل لك أيهما أفضل، التطوع الراتب الذي هو قريب من الفرض قبله أو بعده، أو التطوع المطلق؟ فلا جرم أنك تقول بأن التطوع الراتب أفضل من التطوع المطلق. وبناء على ذلك فاعلم أن فضيلة صيام شهر شعبان منزلة منزلة فضيلة السنة الراتبة التي تكون قبل الفريضة، فإن صيام شهر شعبان يكون قريبا من رمضان، فيكون كالنافلة القبلية التي تسبق الفريضة، فيعتبر صيامه من الصيام الراتب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر إيقاعه في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة الواردة في فضل شهر الله صيام شهر الله المحرم فإنها منزلة على أنه أفضل الصيام باعتبار الإطلاق لا باعتبار التقييد. وبناء على ذلك فعندنا فضيلتان: فضيلة باعتبار الإطلاق وفضيلة باعتبار التقييد. فأما أفضل الصوم باعتبار الإطلاق يعني التنفل بالصيام مطلقا، فلا جرم أنه شهر الله المحرم، فهو من النوافل المطلقة، فأفضل النوافل المطلقة في الصيام شهر الله المحرم. وأفضل النوافل باعتبار التقييد هو شهر شعبان، هو شهر شعبان، كما نص على ذلك عائشة، كما نصت على ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. المقصود بذلك أي الصيام المطلق، يعني التنفل المطلق. فشهر محرم أفضل شهور العام بعد رمضان باعتبار الإطلاق، فهو من التنفل المطلق. وصيام شهر شعبان أفضل الشهور يصومها الإنسان باعتبار كونه راتبة تسبق الفريضة، فلكل فضله، لكن فضيلة محرم مطلقة وفضيلة شعبان مقيدة بكونه كالسنة الراتبة التي تسبق الفرض، والله أعلم. ولذلك فالتطوع بالصيام في شعبان أفضل على غيره من الشهور باعتبار كونه قريبا من رمضان قبله، فتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها أو بعدها، فيلحق بالفرائض في الفضل، فهو يكمل النقص الحاصل في رمضان قبلا وبعدا، والله أعلم.